اتفضل يا عبدو. تسلم ايدك. قد ايه لما بشوفك بحس انك بتوحشني، يا ريت ما تبعدش عني كتير. غصب عني يا فيفي، يعني انا كمان نفسي اشوفك دايما، بس الشغل بلع كل وقتي. ده حتى مراتي ما بتشوفنيش من ساعه منزل الصبح الا ما برجع بالليل. لا بتشوفك كمان بالنهار. قصدك ايه؟ قصدي يعني انك متعود ترجع البيت عشان تتغدى. اه فعلا. طب انت عرفتيها ازاي؟ اخبارك كلها بتجيني من ماشيه جواسيس ورايا. لا يا سيدي، انت ناسي ان انا الشيخه فتنة، يعني مكشوف عني الحجاب. طبعا يعني عايزك بقى يا عبدو تاخد بالك من تصرفاتك كويس، لا تروح كده ولا كده، لان كل حاجه هتعملها هعرفها. انت عارفه طول عمري ماشي دغري. قولي لي ايه الموضوع المهم اللي متعلق بيه مصيري ومصيرك؟ شوف يا عبدو. الو، ها يا فندم. لا ست الشيخه لسه نايمه. سوري يا فندم، معلش امبارح كان عندها شغل كتير. طيب تقدر حضرتك بتكلمها مثلا بعد ساعه؟ حاضر يا فندم، هبلغها. ميرسي يا فندم، مع السلامه. هو الراجل ده عايز منها ايه؟ عاوز يتجوزني. وانت رايك ايه؟ ما كنت سالتك. وانا دخلي ايه بالموضوع؟ دخلك ايه؟ لو ما كانش انت ليك دخل في حياتي، امال مين اللي يبقى له دخل؟ والا كان زماني متجوزه من زمان. فيفي انت عارفه ظروفي كويس يعني، وانا لا يمكن اتجوز على مراتي. عبدو بتحبها اكتر مني. موضوع مش موضوع حب. انا سبق وقلت لك اني ساعه ما اتجوزتها وعدتها اني متجوز عليها. يعني مفيش امل؟ انا عمري ما فكرت اني اطلق مراتي. يعني انت شايف ان انا اقايس واوافق على الجواز؟ برضه مش من حقي اقول لك اه او لا. امال من حقك ايه؟ من حقي اقول لك فكري كويس. من حقي اقول لك لازم يبقى لك زوج يحبك وتحبيه. من حقي اقول لك لازم يبقى عندك اولاد يملوا عليك حياتك ويبقوا جنبك وانت كبيره. فيفي انت ما تعرفيش انا بتمنى لك الخير قد ايه، ونفسي اشوفك دايما مستوره وسعيده. هاي يا جلال بيه، ازاي صحتك؟ ان شاء الله تكون بخير. ايوه يا فندم، هي هنا موجوده. ايوه يا جلال بيه. انا موافقه.